المعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتها في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. اهلا بكم طبعا ضيفي العزيز الدكتور نور الدين مصطفى. اهلا بيك يا دكتور نور. اهلا بيك يا دكتور. المره اللي فاتت اتكلمنا في الزراعه، والمره اللي فاتت بدات انا يعني استعيد فكر الناس، او بمعنى صح اتمثل شخصيات بعض الناس. هو طبعا التمثيل شكله بشكل فيه نوع من الكوميدي، لانه ناس ساعات بتقول كلام يعني ايه كوميدي ده، ده ولا حاجه. لا ده ولا حاجه بالنسبه للحقيقه، بالنسبه اللي بتشوفه. لا طب انا هرفع لك مستوى التقمص. همثل لك واحد دور يعني حد ده في نوعيه من الناس يا جماعه، اللي هي نوعيه المبتدعه في الافكار المتطرفه، اللي هو ايه؟ مبدع في الفكر الخزعبلي، اللي هو بيسرح كده وبيجيب فكره خزعبليه ممكن يكون دي قادمه من كوكب اخر الارواح نقلتها له، وبيبدا ينقلها للدكتور، فتحس ان المكان كله ارواح. فانا النهارده هعيش لك الجو ده. يعني مثلا في عالم زراعه الاسنان، تمام، اتكلمنا المره اللي فاتت الزراعه بالتفصيل. هل ممكن حد يجي لك يقول لك ايه؟ بص يا باشا، انا زراعه ازرع لي فلوس، انا من جنيه ل1000 انا عندي اساسا كل مطاعم السردين بتوع مصر. خلاص انا اكبر تاجر سردين في مصر. خلاص بس انا اسمع بقى ان الحته المزروعه دي بتصدي حلو، وساعات بسمع انها بتقلب سرطان كمان، وممكن تسرح فتدخل على مخي. وانا احتمال احتمال كبير على فكره. لو حد بمخك هيبقى كده هتعمل كده. الشخصيه دي على فكره موجوده. اللي انا عايز اقول لك عليه بقى ان مشكله الشخصيه دي ان هو مش السبب، ودي المفاجاه على فكره. الشخصيه دي في الطب كله. لا هو نفس الشخصيه اللي بتقول على الانسولين بيعمل مشاكل، وهي نفسها اللي بتقول على انه الدواء ده ممكن يعمل سرطان، وان الدواء دوت وحشوه الصدر ممكن تعمل السيليكون يعمل سرطان في الصدر. هي نفس الافكار بالظبط. بس عايز اقول حاجه، ان الشخصيه دي مظلومه شويه. الشخصيه دي واخده الموروث الفكري ده للاسف من دكاتره يا راجل. تخيل بقى الزراعة، احنا لما بدأنا نشتغل زراعة بشكل متوسع بدأناه في يعني بشكل كبير بقى، وبدأ ينتشر ونعتمد عليه، كان في أوائل الألفينات. تمام. اللي كان بيشتغل زراعة في مصر كام واحد؟ لو قلت لك ان هم ما يتعدوش دكاترة، يعني ما يتعدوش الخمسة في مصر كلها اللي بيشتغلوا زراعة بشكل محترف وبشكل سليم، ما بقاش مبالغ. تمام. طيب لما بقى عندك في اول الالفينات تقريبا 20,000 دكتور، فيهم خمسه اللي بيشتغلوا زراعه، هل بقيه ال 20,000 هيشكروا في الزراعه؟ للاسف للاسف، وده ضد الاثكس او ضد الاخلاق الطبيه، الدكاتره اللي ما كانتش بتعرف تعمل زراعه كان بيسوق عمليه الزراعه، يقول له لا 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 خد بالك اصل الزرعه دي بتترفض، الزرعة ممكن تتحرك وتخش في الجيب الأنفي وتعمل لك مشكلة، الزرعة بتصدي، الزرعة ممكن تجيب سرطان. أنا عايز أي حد، ما حدش ياخد كلامي ولا كلام أي حد كمصدق. ممكن يخش في مواقع طبية ويكتب هل في حد في حالة واحدة تم تسجيلها على الكرة الأرضية، مش في مصر، على الكرة الأرضية كلها، بتقول ان لما حد زرع حصل تحور لنسيج حوالين الزرع واتقلب لسرطان. انا عايز يعني اي واحد يجيب لي حاجه ايفيدنس بيزد، او حاجه يعني مؤكده ان في حاجه اسمها كده على الكره الارضيه كلها في الستة مليار، مفيش حاجه اسمها كده. ليه؟
لان في حاجتين الجسم بيتعامل معاهم على انهم جزء من الجسم وما بيرفضهمش، هي ماده التيتانيوم والسيليكون. الاثنين دول الدكاتره البلاستيك سيرجري بيستعملوا السيليكون، واحنا ودكاتره جراحه العظام واحنا بنستخدم التيتانيوم، لان التيتانيوم العظم بيمسك فيه. وحتى كل الناس اللي قدر الله عملت حوادث وعملت شرايح، الشرايح دي من التيتانيوم. في حد سمع قبل كده ان شريحه التيتانيوم عملت له سرطان؟ ما حصلش. لكن الدكاتره اللي ما كانتش بتزرع وكان عددهم كبير جدا في اول الالفينات، فيجي لي واحد يقول له انا سمعت ان في زراعه وعايزين نزرع. على فكره دي بتحصل دلوقتي، معلش اللي هقطعك، بتحصل مع المناظير في الطب، بتحصل في حاجات كتير. لا المناظير، يعني في ناس لسه ما اتعلمتش المناظير كتير، يقول لك لا ده الفتحه احسن، الفتحه لا المناظير المناظير لا المناظير ده بيشوف المنظر، لا والمنظر هيعمل لك مشاكل. على فكره ده بنواجهه بقى في الطب في الحته دي. ما هو انتوا واجهتوه قديم. ما انا بقول لحضرتك بقى الشخصيه اللي حضرتك مثلتها النهارده هو شخصيه مظلومه، لان استقى معلوماته للاسف. عشان كده قلت لك من دكاتره ايه، انا واخد المعلومات دي بس انا واخدها من اللي كان فاتح جنبي بالظبط. ما هو احنا عندنا بقى لما الدكتور ما كانش بيعرف يزرع اقول لك ايه، لا طبعا التركيبه احسن، التركيبه بتعيش اكتر. بالعكس، انت بتقول على احسن طريقه لاستعاده الاسنان، وعلى اصح وعلى اسلم طريقه تعوض الاسنان اللي ربنا خالقها بنسبه قريبه جدا من اللي ربنا خالقها هي الزراعه. مفيش حاجه زي، مفيش اي نسبه نجاح الزراعه عالميا من 90 ل 95%. عايز اقول لحضرتك ان علاج العصب اللي كل الناس بتعمله نسبه نجاحه من 70 ل 85%، والناس بتروح تعمله بمنتهى البساطه عمرها ما سالت. التركيبات نسبه نجاح 75% على 10 سنين تقريبا، فالناس بتعمل كل الحاجات دي وهي اساسا نسبه نجاحها قليله. الزراعه نسبه نجاحها اعلى بكتير. فحضرتك علشان خاطر مش عارف تعمل زراعه بتشوه الزراعه وبتضلل الناس. بالعكس، الزراعه حضرتك جيت عملتي او حضرتك جيت عملتي زرع، خدت السنه تقريبا اللي ربنا يعني اللي حضرتك فقدتها خدت زيها بالظبط تقريبا. طبعا مش 100% لان مفيش حاجه زي اللي ربنا خلقها 100%، لكن دي اقرب حاجه اللي ربنا خلقها، وما ضرتش الاسنان اللي حواليها، وبتاكل عليها كويس جدا، وبتحافظ لك على شكلك، وده مهم جدا. ان الزرعه الحاجه الوحيده اللي بتمنع تآكل العظم بعد الخلع. الخلع اول ما بنخلع على طول بيحصل عمليه اسمها بون ريزوربشن او عمليه تآكل في العظم، اول ما بنخلع على طول. طيب الحاجه الوحيده اللي بتوقف العمليه دي هي عمليه الزراعه. كل فوائد الزراعه دي، ويطلع دكتور يقول للحاله يقول له خد بالك بس الزرعه بتترفض. مفيش حاجه اسمها الزرعه بتترفض، مفيش حاجه اسمها كده. الزراعة ليها نسبة نجاح زي أي عملية في الدنيا، هي بقى أعلى نسبة نجاح عملية في الأسنان هي زراعة الأسنان. فما ينفعش حد يديك معلومات غلط ودي تنشرها أو تيجي تقولها. الزراعة من أسلم ومن أعظم الاختراعات في العهد الحديث في طب الأسنان. في العيان اللي أنا همثله لك ده عيان مظلوم، ولازم كنت امثله لك يعني فعلا في مشهد تمثيلي كامل واستعيد ذكريات زمان بقى، بس هعمله لك زي ما هو حاصل كده. حماده ده شاب لطيف من 5 6 سنين، كان عنده سنه او ضرس متاكل في جنب من بقه، فراح لدكتور من 5 6 10 سنين قال له هنخلع لك الضرس، وبدا الدكتور يخلع لحماده الضرس. شد معاه حماده، شد معاه حبيبي، شد يا اخوي، شد حماده من ناحيه، والدكتور بيشد من ناحيه. حماده كان حاسس ان الضرس ممكن يطلع ببقه بوشه مع الدكتور. فحماده جاي لك النهارده وهو عنده ضرس متاكل برضه، وانت قلت له هنخلع لك، فانت بتقول له هنخلع لك افتكر حضرتك بتتكلم على الخلع. لا، هتخلع لي اسناني وهتشد وانا اشد. كان في زمان سيب وانا اسيب. سيب لا ما تقوليش كده، انا اخر مره شد ده حتى انا يعني الدكتور يعني مات منه، الدكتور وقع هو لا رجع في البلكونه على تحت، وجينا نزلنا جبناه من تحت. فما نشدش وانا شده، خصوصا انت عندك الدور عالي فبلاش. ايوه صح، عندك الدور عالي فعلا. انت في السادس مش كده؟ تقريبا في السادس حقيقة. السادس بعد 3 ادوار تقريبا في التاسع. يعني بعيد فعلا. ده كده مش هيطلع تاني. فانت ما تقوليش بقى شد وما شدش بقى وبتاع وكده. تمام. مبدئيا والله العظيم كان الخلع زمان كده. انا عارف ده حقيقي. احنا دلوقتي
ودي معلومة عامة عن العيادات عندنا. احنا العيادات عندنا كلها اقسام، وكل قسم على راسه رئيس، يعني رئيس القسم بتاعه استاذ دكتور واخد دكتوراه مدرس في الجامعة في اكبر جامعات في مصر. ليه؟ والحقيقة حظك حلو في المجموعة اللي بتشوفها. لا عشان احنا تعبنا في، احنا تعبنا يعني بقالنا سنين بن 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 بنعمل وبندور على طول وبنعمل، يعني عارف اللي هو اللي بيعمل منتخب للعالم. لا وكلهم بتدور كويس، كلهم ما شاء الله طبعا. طب ما كلهم لا يعني اساتذه فعلا، يعني اساتذه في الشغل واساتذه في الجامعه واساتذه سن اساتذه في الاخلاق وفي كل حاجه. لا اساتذه في الاخلاق وفي الاثكس والالتزام. يعني اللي عاجبني فيهم قوي فكره ان انا اشتغل لغايه الساعه مثلا واحدة بالليل بنفس الكفاءه اللي انا بشتغل فيها الساعه 12 الظهر. بالظبط بالظبط. ففكره ان حتى الخلع البسيط بيقوم بيه دكتور متخصص في الخلع، ودكتور يعني بيبقى استاذ دكتور مجزله فيشيال مثلا، او واحد من خبراء الزراعه في الشرق الاوسط هو اللي بيخلع عشان يزرع. اكيد في فرق كبير جدا بين لما تروح حضرتك تخلع عند دكتور عادي، في فرق يعني، لان الدكتور اللي مجزله فيشيال ده او اللي بيزرع ده هو عارف كويس قوي ان الخلع هيتبعه زراعه، فما ينفعش اعمل ديستراكشن للعظم اللي حوالين السنه. زمان انت بتقول امسك واعمل ودغدغ كده، هو بيدغدغ في العظم، بيكسر العظم اللي حوالين السنه، والعظم اللي حوالين السنه ده هزرع، فانا محتاج كل ملي عظم. تمام. فهنا بنبدا نشوف السنه دي انسب طريقه لخلعها ايه. واذا كان زمان وهو بيخلعه تسمع صوت تكسير، يعني تسمع صوت اللي هو انت عارف ايه اللي بيتشد سباق ده، عظمك هو بيحاول يفكك عظمك من بعض عشان يطلع السنان. دلوقتي في جهاز تم اختراعه، الجهاز ده في منه اتنين في مصر، اسمه بيزوتوم 2. البيزوتوم 2 ده بيعمل حاجات كتير قوي في الزراعه، من ضمنها ان احنا لو قررنا نخلع لحد هنزرع له، ده مش بيخلع يعني بيخلع اتروماتيك، يعني بيخلع من غير ما بنعمل ديستركشن للعظم. بص حضرتك بندخل البيزوتوم بيبدا يقطع، ودي معلومه نبقى عارفينها ان السنه ما بتبقاش ماسكه في العظم في اغلب الاحيان بانكيلوز، بتبقى ماسكه بليجمنتس باربطه. فالجهاز ده بيخش يقطع الاربطه ويوسع العظم عن طريق موجات فوق صوتيه معينه، زي ما احنا شايفين بدا يقطع في الليجمنتس كلها في الاربطه اللي حوالين السنه. بص في الاخر السنه مطلعينها بايه؟ بايدين من غير حتى فورسبس. تمام. بس مش كل عام بقى يجي يخلع اقول انا هخلع بالبيزوتوم. في ناس بتيجي اصلا السنه ديستراكتيف خالص، مش محتاجه اساسا بيزوتوم، مش محتاجه ان انا اقطع لها الليجمنتس خلاص هي متقطعه. وفي ناس بتيجي نوع تاني بقى عنده انكيلوزز. انكيلوزز يعني العظم نفسه ماسك في السنه، مش بليجمنتس، ده بيتعامل معامله تانية. احنا عايزين نقول ان كل طريقه او كل نوع من الاسنان عندنا الطريقه اللي نتعامل بيها. زي ما احنا هنا قدرنا نشيله بالبيزوتوم من غير حتى ما نستعمل فورسبس، من غير ما نستعمل الادوات الطبيعيه، الاسنان المتكسره خالص اللي دايبه في العظم جوه ليها طريقه بنشيلها بيها عشان احافظ على العظم. انا كل الهدف ايه؟ انا كل الهدف ان العظم اللي حوالين السنه دي ما يتكسرش. انا عندي 90% من الناس اللي جت خلع اسنانها بره جايه بحاجه اسمها البكالول، او الجزء الخارجي من العظم اللي حوالين السنه مكسور، لان الدكتور عمال يحرك بالفورسبس جامد جدا، فيقوم طق، صوت طق اللي انت سمعته ده هو صوت كسر عظم. فالعظم اللي ماسك في السنه اتكسر. طب انا هزرع في ايه؟ علشان كده احنا بنقول للناس لو حضرتك ناوي تزرع وفي سنه مفقوده اخلعها عند الدكتور اللي هيزرع لك. ليه؟ لان هو اكتر واحد حريص على العظم بتاع حضرتك، فتيجي الدكتور اللي هيزرع يخلع لك السنه بالطريقه الامنه اللي تحافظ على العظم بتاعك وكمان ما بتوجعش، يعني ما فيش بين. احنا عامه اي عمليه بنعملها البروتوكول في العيادات ان حاجه اسمها زيرو بين، ممنوع يبقى فيه الم. الحاله ممنوع انها تغمض عينيها كده، عندما نقول الحاله هيخليك مفتح عينك، احنا باصين كويس على عينيك، اي رياكشن بتعمله لو حسينا ان في بين احنا هنقف، احنا مش هنستناك لما تقول مش زي بقى زمان يا دكتور مش الكلام ده، حضرتك خليك فاتح عينيك. احنا بنشتغل اندر اناثيزيا معينه، ما فيش اي احساس بالبين، تخدير معين. فلو في اي وجع
مش هنوقف وان شاء الله اصلا ما يبقاش في وجع خالص. طيب توسيع حمد الفك حمد. توسيع حماده لا حماده تجربته سيئه جدا جدا. توسيع حجم الفك بالبيزو. تمام تمام. دي 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 مشكله بقى كبيره عند ناس. احنا المشكله ايه؟ المشكله ان احنا 90 مليون واحد خلال ال 100 سنه اللي فاتت كان كل الناس قبل اخر 10 سنين او 20 سنه، نقول قبل اخر 20 سنه، كان تيجي الواحد عنده تسوس يروح الدكتور يقول له اخلع لي، يقول له في حشو، لا حشو بيقع اخلع لي. هتلاقي حتى الافلام العربي كلها، انت عمرك شفت واحد رايح لدكتور اسنان رايح يحشي؟ سمعت في فيلم عربي قديم ان في حد راح لدكتور اسنان يحشي؟ ده في فيلم، في فيلم ده انا محتاج نقعد نتفرج علينا وانت كده نضحك. اسماعيل ياسين في مستشفى مجانين، احلى من احلى افلام اسماعيل ياسين، شفتوه؟ فيلم رائع، ده من الافلام الاخيره لاسماعيل ياسين على فكره، فيلم جميل قوي. كان اشتغل في عياده طب الاسنان. تمام. المساله ايه؟ اخلع كله. انا توفيق الدين قال له اخلع له الضرس الداخل على ايدك اليمين وانت داخل او الضرس الشمال على ايدك الشمال وانت طالع. يعني ياما سمعت ان انا رحت للدكتور اخلع الضرس اللي وجعني، انا خلع لي اللي وراه وساب لي اللي وجعني. فاكر المقولات الكتير دي؟ طبعا. فاحنا عندنا اجيال في مصر اتعرضت لابيوز او لتعامل خاطئ مع اسنانها، كانت بتخلع اسنان سليمه، كانت بتخلع اسنان المفروض تتحشي. فاحنا عندنا ممكن 50 60 مليون واحد اكيد عندهم فقد للاسنان. تمام. طيب اللي عدى عليه بقى فتره طويله من غير ما يزرع، العظم حصل له تآكل. طب العظم اللي حصل له تآكل ده هل ما ينفعش نزرع؟ لا، جهاز البيزوتوم 2 الجديد ده بيعمل لنا حاجه زي سبليتنج، او العظم الرفيع اللي انا مش قادر ازرع فيه ده هو بيخش يقوم عامل فيه شق. الشق ده عشان هو الجهاز حساس جدا ودقيق جدا وما بيعملش تومه للعظم، فبيقوم فاتح العظم ده بالراحه خالص من غير ما يعمل فيه كسر ويوسع. يعني لو انا عندي ايدي اهي هو بيقوم عامل كده، فالمسافه دي بدل ما كانت العرض صوابعي بس لا بقت اكبر. فينفع احط الزرع بتاعي عادي، احط الزرع واحط حواليه عظم، اكمل الجزء بقى الفاضي ده بعظم وكده. الحالات اللي زي ده، ده حد مثلا عنده اسنانه اللي ورا كلها مش موجوده. طيب الحل عند الحاله ده ايه؟ لو مش هيزرع الحاله ركب طقمه، ما عندوش حل تاني، لان حتى في الحاله دي ما عرفش يعمل كوبري. يعني حتى الشخصيه اللي كانت بتحب الكوبري مش هيعرف يعمل كوبري هنا. فاهم قصدي؟ يعني اللي هيعمل اللي كان نفسه يعمل هنا كوبري هو مش هيعرف يعمل. ليه؟ لان ما عندوش حتى سنه ورا يعمل عليها، ما عندوش فيكسد، خلاص كده هيعمل طق. وكمان ما عندوش عظم، عنده الريدج بتاعه رفيع قوي. يبقى في الحاله دي اسيبه؟ لا، اللي انا عايز اقوله ان احنا عندنا حل لكل حاجه ان شاء الله، بس الحاله ترضى تعمل اللي احنا بنقول عليه. يعني مش هنقول ايه احنا هنعمل لك سبليتنج للبون وهنحط عظم ونحط زراعات بجهاز البيزو. لا يا دكتور، دي عمليه كبيره. خلاص حضرتك ركب طقم. انت يعني خلينا نتفق ان الحياه تتعب هتديك، يعني تتعب دلوقتي هترتاح على طول. احفظ المقوله دي. هو في ان انا هعمل حاجه صح، بس هنفترض ان انا هعمل عمليه دلوقتي كبيره شويه، فانا هتعب دلوقتي هرتاح طول عمري، او ارتاح دلوقتي واتعب طول عمري. اختار واحده من الاثنين. عايز ترتاح دلوقتي وتتعب طول عمرك، اعمل طقم. هتاخد مقاسات في ربع ساعه وهتعمل طقم، بس هتفضل طول عمرك تعبان بالطقم. او اتعب معايا دلوقتي شويه وهتعيش طول عمرك مرتاح. انت مش هتبقى تعبان، انت بس تاخد معانا وقت شويه. بالظبط. حاجتين سؤالين بس بسرعه. انا عايز اسال على رفع الحاجب الانفي، وعايز اسال على البي ار اف. تمام. برضو احنا لما قلنا هنا السبليتنج في العظم، او اللي احنا بنوسع العظم عند الناس اللي العظم عندها اتاكل فوق، لو انا ما عنديش اسنان خالص والجيب الانفي حصل له تضخم، ودي عمليه اصلا بتحصل تلقائي اول ما بخلع الاسنان العلويه. في الاسنان الخلفيه العلويه الجيب الانفي بيتضخم وبياكل العظم اللي ايه لمكان الاسنان. طيب هل الراجل ده او الست اللي خلعت في المكان ده مش هينفع تزرع؟ جهاز البيزوتوم برضو بيعمل عملية رفع للجيب الأنفي بطريقة هيدروليك بطريقة معينة من غير ما يعمل انجري. بنفتح فتحة صغيرة وبنبدأ ندخل وبنبدأ نرفع الجيب الأنفي بتاعنا، وبندخل الابليكيتور لجهاز البيزوتوم، ويبدأ هو يرفع الجيب الأنفي لفوق من غير بقى ما بتدخل مكان يعور الجيب الأنفي أو يجرحه. لأن زمان كانت العملية دي أحيانا لما بتعملش صح قوي بينتج عنها تهتك في 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 اللاين او في الممبرين الغطاء بتاع الجيب الانفي. لكن دي مش ممكن تعمل قطع،
للجيب الانفي وبترفعه للوضع المكان اللي احنا محتاجينه الكميه اللي احنا عايزينها. احنا دايما بنحتاج على الاقل 10 مللي. طب لو جالي واحد عنده 3 مللي يبقى انا محتاج ارفع 7. فبنرفع الجيب الانفي 7 مللي زي ما احنا شايفين اهو، هو بيضخ المحلول وبيبدا بعد الضخ ده خلاص هو كده الجيب الانفي اترفع. نبدا نملي المكان الفاضي ده بعض وبنستنى الفتره اللازمه عشان العظم ده يمسك في الـ في الـ في الـ في العظم المصنع اللي احنا حطيناه يبدا يمسك في العظم بتاعنا الطبيعي. وبعد فتره بنبدا نزرع. غير كده يعني غير العمليه دي حضرتك برضه هتركب طقم، يعني غير العمليه اللي احنا بنعملها دي لو انت ما عندكش اسنان خلفيه فوق وعندك الجيب الانفي متضخم انت ما عندكش حل. الحل الوحيد وان انت تعمل عمليه رفع للجيب الانفي عشان تعوض الاسنان الخلفيه في الفك العلوي. طيب البي ار اف ايه هو؟ بص بقى احنا عندنا الدم عندنا في حاجه اسمها بليتلت ريتش فايبرين. دي ايه؟ دي عوامل الجروث فاكتورز او عوامل النمو او احنا جسمنا دايما متعرض كل الخلايا عندنا للتلف. ايه اللي بيعالج التلف ده؟ الدم بيبقى فيه فاكتورز بيوصل للاماكن التلفه بياخد على طول المكان ده فيه مشكله بيقوم رايح الدم بالعوامل اللي هتعمل لنا جروث فاكتورز او هيلينج او التئام. فالدم اوريدي مليان بالجروث فاكتورز دي. فتم اكتشاف ان احنا لما بناخد الدم ده ونعمل له سنترفيوجن بطريقه معينه بدرجه معينه وجهاز معين الدمويه الغنيه بالفايبرين بالظبط كده بنحصل على كميه الفاكتورز دي كلها مع بعض من غير الدم بقى خالص. البي ار اف ده مهم جدا في ايه؟ هك ما هو مهم لعلاج اللسة. اي سوفت تيشو هو فيه فاكتورز بتاعت التئام. فحضرتك دلوقتي جيت زرعت او عندك مشكله في اللسه، لو احنا زرعنا هنقوم حاطين عندي ديفكت في العظم مثلا، هنقوم حاطين الزرعه ونحط عليها عظم مصنع واحنا بنستخدم احدث انواع العظم المستخدم اللي اتعمل بطريقه بالنانو تكنولوجي وبنقوم حاطين عليه الفايبرين ممبرين ده ونربط فيه اللسه. علشان الفايبرين البي ار اف ده مليان جروث فاكتورز فهيساعد اللثه انها تلتئم بسرعه، فبالتالي هيساعد ان اللثه والعظم والزرعه يحصل لهم انتجريشن بسرعه جدا ويحصل التئام سريع جدا لمكان الزرع وبيحافظ. وما دام عندي التئام سريع يبقى انا عندي كمان الانفكشن او العدوى انا قدرت اسيطر عليها. شكل اللثه نفسه هيبقى صحي لان انا محتاج بالذات في الاسنان الاماميه محتاج مش رسمه اللثه بس، لا انا محتاج كمان يبقى شكلها صحي، ما يبقاش شكل اللثه فارق عن اللثه اللي جنبها عشان ما تبقاش شايف سنتين مختلفين عن بعض، لان ممكن يبقى السنتين شكل بعض بالظبط لكن اللثه البرواز اللي حوالين السنه شكله مش مظبوط فيديك انطباع ان السنه دي مش مظبوطه. احنا يعني من كتر ما شرحنا التكنولوجيا الحديثه وخصوصا في الفتره الاخيره في الاسنان اعتقد ان احنا وضعنا كثير من الناس في حركه، خصوصا الناس اللي ما بتستخدمش النوعيه دي من التكنولوجيا، الناس اللي ما بتعملش ابجريدنج لنفسها حطيناهم في حركه شديد جدا، وانا مبسوط عشان كده قوي. مبسوط قوي لان انا احب احط الناس اللي محلك سر محلك سر محلك سر، يعني ما بتقدمش نفسها ما بتعملش ابجريدنج لنفسها كل يوم وكل اسبوع في حاجه جديده بنقولها. الحاجة الجديدة دي في العالم بتطبق احنا بنستخدمها، فده بيخلي ناس كتير لازم تمشي هذا الحزم لانه لا مكان في عالم الاسنان الان لمحلك سر. نورتنا دكتور، اتشرفت بيك، خليكوا دايما مع الناس الحلوة. نصيحة لكل المتجوزين، ما تتخانقش مع مراتك اصلها محمية بهرمون النوسة، ما تتخانقش معاها الا بعد المينوبوز بعد سن الياس، استنى لغايه لما توصل هي لسن الياس.